أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. ناقش مجلس الوزراء أمس ميزانية العام 2020، وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة ومضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلا عن دعم القطاعات الفقيرة وزيادة الإنفاق على التعليم. تعهد النائب العام بملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد، موضحا أن النيابة أعادت فتح ملفات الفساد التي تم التحافظ عليها من قبل النائب العام الأسبق، إلى جانب فتح بلاغات في كل من أشار إليها الرئيس المعزول بتسلمه لأموال في الدعوة التي كانت موجهة ضده. أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أن قوات الدعم السريع هي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة. جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعدة جري العسكرية ضباط وضباط الصف وجنود قوات الدعم السريع، وجدد ثقته الكاملة في قوات الدعم السريع لحماية الحدود ومكافحة الجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية. قال نائب رئيس لجنة الوساطة بمفاوضات السلام الجارية في جوبا هذه الأيام ضيوم متعوك أن مقر التفاوض يشهد مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية، مؤكدا أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح وأن هناك تقدما بكل المسارات. وصل وزير النفط بدولة جنوب السودان إلى الخرطوم للتوقيع النهائي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به حتى مارس من العام 2022. وقد اتفق الطرفان في 28 من نوفمبر الماضي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية. نهاية الموجز مشاهدينا، للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. في أمان الله.